شو هو الإنترنت؟ كيف تتصل أجهزة الحاسوب ببعضها البعض؟ وشو هي الإمكانيات وقيود النظام؟ في هاي الدورة رح نجاوب على هاي الأسئلة وكثير أسئلة غيرها. رح نستكشف 4 من بروتوكولات الإنترنت المكونة من 5 طبقات بعمق. رح نغطي بروتوكولات مختلفة مثل HTTP, TCP, UDP. رح نتطرق كمان للهجمات الإلكترونية مثل DDoS وكيف نتجنبها. حتى رح نتجاوز النظريات ونتدرب على العمل مع Wireshark لفحص البيانات الواردة عبر شبكتنا. وإذا كنتوا بدكم تفهموا الإنترنت وتلكوا نظرة جديدة تحت الغطاء، فهاي الدورة مناسبة لكم. بالنجاح.